سالب، مسألة تغيير ترتيب تكامل، ومسألة ديكيشن، مسألة فوليوم، ومسألة لاين اللي احنا نتكلم عليه اللي هو الجزء الثالث من باب اللي هو لاين. بالنسبة للاين انتجريشن، الصورة العامة بتاعته، أنا لسه ركز معايا، الصورة العامة للاين انتجريشن هو عبارة عن تكامل بس كلمة من اكس وواي، الاكس زائد شوية حاجات تانية تشكيل اكس وواي دي واي. لاين انتجريشن مشكلته انه بيكون عبارة عن علامة تكامل واحدة بس، بيكون عندنا تو فاليو، احنا بالكامل على مسار، المسار ده مثلا بيبدأ من نقطة اكس نوت واي نوت لحد نقطة اكس واي في واي واحد. مشكلة ان التكامل هنا علامة تكامل واحدة وفي تو فاليو، كامل ازاي دي؟ قال لي لا، ما اللاين انتجريشن بيقول لي ان التكامل ده لازم كله يصبح كله اكس يصبح كله واي. ما ينفعش موضوع ان اكس وواي موجودين وعندنا علامه تكامل واحده بس. فبتبدا بمساعده معادله المسار، هنسمي ده معادله المسار سي. معادله المسار اللي عندي، معادله المسار ده هتكون ليها احتمالين، اما ان انا ادي لك الوال فانكشن اوف اكس، يعني اقول لك ان احنا بنكامل التكامل ده ما بين النقطتين اكس نوت 1 للنقطه اكس 1 واي 1، رايحين من النقطه دي للنقطه دي، بس هنمشي على المسار ده، هنمشي على المسار ده. ده بنجيب بنستعمله احنا تحليل الاهداف، لو عندنا كراك شاف في ليك ولا حاجه فبتكون الشاف واخد شكل مسار بالصورة دي، يبقى في عليه إهداف، يعني في معادلة ضغوط عليه، فبيكون ده إن إحنا عايزين نحسب معادلة إيه الإهداف اللي إيه اللي بتسبب الانتشار بتاع الشروط دي في البليتس مع الإحمال، فبيكون عندي بالكامل اللي هو قوة الإهداف اللي موجودة على جزء معين عندي في الإيه؟ في معادلة معينة للخط، الخط ده غالبًا بيكون شاكل أو شاكل معادلة إيه للتراكس والكلام ده مستقيمة أو على شاكل مسارات إيه منحنية بالشكل ده. فالمهم ان بيكون عندي واي بتكون داله فانكشن اوف اكس، زي مثلا اقول لك المثال، اقول لك ان واي بيساوي اكس تربيع زائد 4. التكامل ده مش ينفع يشتغل خالص لان هو علامه تكامل واحده بس وعندنا اكس وواي واي، فبيقول لي لازم التكامل يصبح كله اكس كله واي. وصاحب معادله المسار، انا اقول لك ان احنا معادله المسار مثلا واي بيساوي اكس تربيع زائد 4، فانت هتشيل كل واي هنا في المعادله، كل واي وتحط لي مكانها اكس تربيع زائد 4، وهتشيل الدي واي وتحط مكانها 2 اكس دي اكس، هتشيل الدي واي وتحط مكانها 2 اكس دي اكس اللي هو تفاضل المعادله دي. هتبص تلاقي ان التكامل ده، التكامل ده تحول لكله تكامل، يصبح كله تكامل على الاكس، كله حاجات في الاكس دي. لما تشيل كل واي وتعوض ما يعادلها من الاكس وتشيل الدي واي وتحط ما يعادلها من الاكس، هيصبح كل تكامل كله اكس بس. وفي الحاله دي انت هتاخد حدود التكامل هو من اكس نوت لاكس واحد، او ان يكون العكس، ادي لك الاكس هو الفانكشن اوف واي، يعني اقول لك حيث ان معادله المسار ده اكس بيساوي واي تكعيب، بدل ما انك تروح تجيب الواي بدلاله الاكس، لو رحت تجيب الواي بدلاله الاكس يبقى انت هتدخلنا فين؟ في اكس اس كام؟ اس 12، وتبدا ان انت ايه؟ لو في كمان هنا اربعه مثلا ولا حاجه تبدا تدخلنا في مشاكل الجذور. طب ليه؟ انت بدل ما انك بدل ما اديلك الاكس بدلاله الواي، بدل ما هنا شلت كل واي وعوضت عنها، لا، شيل كل اكس وحط مكانها واي تكعيب، اي الاكسات اللي هتظهر كلها حط مكانها واي تكعيب، وهتشيل الدي اكس اللي هو ده وتحط ما يعادل من هنا، يبقى عندي 3 واي تربيع دي واي.
في الوقت ده التكامل ده كله هيصبح على الوال، هيصبح حاجات كلها على الوال. ودام التكامل كله اصبح على الواي، ففي الحالة دي انت هتاخد الاحداثي واي للنقطة اللي احنا بنتحرك منها. يعني حدود التكامل في الوقت ده هتكون هي عبارة عن من واي بتساوي صفر لحد واي بتساوي. كلام كتير مش هيفيد، نشوف مثال على الكلام ده. هنا تكامل من نقطة واحد واحد للنقطة أربعة واثنين، x زائد y دي x زائد y يساوي من x دي y على امتداد الهم رقم a البارابولا y تربيع بيساوي x رقم b الستريت لاين رقم c ستريت لاينز خطوط المستقيمة من واحد واحد إلى واحد واثنين بعد كده إلى أربعة واثنين. شوف بس علشان المسألة دي هتنفعنا جدا في نظرية جرين، لأن نظرية جرين هي اللي مسألتها هتيجي في الامتحان. لكن أنا مش هنعرف نشتغل على جرين إلا لما نفهم الأول اللاين بيشتغل إزاي، لأن جرين نصها لاين ونصها دبل. نصها لاين ونصها دبل، احنا خدنا الدبل قبل كده، نشوف النص الثاني اللي هو منها اللي هو الايه اللي هو اللاين انكلوجن. بيقول لي علشان يقول لي احسب التكامل ده مره على المسار ده ومره على المسار ده ومره على المسار ده. فاول مطلوب هنا مطلوب ايه؟ عاوزين نحسب التكامل ده اذا كان المسار عندي واي تربيع بيساوي اكس. المسار اللي احنا ماشيين عليه واي تربيع بيساوي اكس. التكامل ده هيتحرك ما بين النقطتين النقطة واحد واحد للنقطة أربعة واثنين. يقول أنت هتتحرك من النقطة واحد واحد رايح ناحية النقطة أربعة واثنين. هل المسار اللي أنت ماشي عليه عبارة عن معدل مين؟ معدل اللي هو الإيه؟ اللي هو واي تربيع بيساوي كام؟ واي تربيع بيساوي إيه؟ بيساوي إكس. لازم المسار ده يحقق الإيه؟ اللي هو النقطتين. طيب دلوقتي هنا لو جينا ان احنا دلوقتي انا عاوز اعوض التكامل ده، عاوز يا اما نحوله كله لتكامل على الاكس يكون كله تكامل على الواي، مين الاسهل بالنسبه لي؟ انا هنا انت واي تربيع بيساوي اكس، لا احنا هنشيل كل اكس ونحط مكانها واي تربيع، ده الاسهل عشان ما ندخلش في الجذور. يبقى انا هكلم كل اكس تقابلنا احط مكانها واي تربيع، يبقى الاكس دي هتتكتب مكانها واي تربيع زائد واي. اللاين ده اسهل موضوع في المنهج كله، يعني اسهل حاجه عندنا في المنهج كله هو اللاين انتجريشن اللي هو التكامل الخطي. المساله كلها هتتحول كلها اكس كلها واي، هنحولها ازاي؟ هيكون عندك معادله المسار هتكون معطاه في المساله. كل اللي انت هتعمله التكامل ده انت قررت ان انت تشيل كل اكس وتحط مكانها واي تربيع، الاكس دي هتكتب مكانها واي تربيع، الواي تنزل زي ما هي، الدي اكس هتروح تجيب من ده الدي اكس، الدي اكس دي انا كام؟ 2 واي دي واي، يبقى دي اكس هتشيلها وتكتب مكانها 2 واي دي واي زائد الواي هتفضل زي ما هي سالب الاكس انت قررت ان انت تشيلها وتحط مكانها واي تربيع، الدي واي هتنزل زي ما هي، اصبح كله تكامل على مين؟ لما ناخد الدي واي المشترك هيصبح كله تكامل على الواي. 2 واي تربيع مضروبه في 2 واي هيدينا 2 واي تكعيب زائد واي لما تضرب في 2 واي هيدينا 2 واي تربيع زائد واي سالب واي تربيع. طبعا هتجمع الاثنين دول علشان تختصر على نفسك في التكاملات والتعويض. حدود التكامل بقى ايه؟ التكامل كله اصبح على مين؟ على الواي. فما دام التكامل كله اصبح على الواي هناخد مين؟ حدود الواي اللي هو من واحد لكام؟ لاثنين. يبقى هنا من واي بتساوي واحد لحد واي بتساوي اثنين، تكامل سهل جدا، نزود واحد بتقسم على النص جديد وطلع مفيش حاجه. النقطه بي، النقطه بي هنا في ايه؟ انا اديتك المعادله جاهزه في النقطه دي، قلت لك لا هنتحرك بين النقطتين على خط مستقيم ستريت لاين، المسار بين الاثنين خط مستقيم.
يبقى هنا المعادلة مش معطاة، يبقى احنا اللي هنجيبها. حد فاكر المعادلة الخط المستقيم الوسط بنقطتين؟ اه ممكن نكتبها بالشكل اللي هو كان واي سالب واي نون على اكس سالب اكس نون بيساوي واي واحد سالب واي نون على اكس واحد سالب اكس نون، صح؟ في ناس ممكن تكتبها واي بيساوي ام اكس زائد بي ويعوض بالنقطتين الموجودين ويحسب الموجودين ام وبي. كل الطرق هتؤدي لنفس الطريق لنفس الايه المكان في النهايه، لكن احنا بنفضل كلنا ان احنا نشتغل بالير بتكون اسرع. عندي هنا واي سالب، انا اختار منهم اي واحده الواي نون والاكس نون. انا قررت هنا ان انا اشتغل على النقطه دي حسب اكس نون واي نون اللي هي النقطه 1 1، ودي هتكون هي النقطه اكس 1 واي 1. هل يفرق الترقيم ده؟ هل يفرق في المعادله في النهايه؟ يعني لو كنت سميت دي الاكس نون واي نون وسميت دي الاكس 1 واي 1، في شروط على اختيار الاكس نون والواي نون؟ مفيش اي شروط. يعني خدت الكبير او الصغير ولا ايه في النهايه في الايه؟ في الناتج بتاعك. فدلوقتي هنا هيكون عندي واي سالب واحد على اكس سالب واحد، النقطه اكس نوت واي نوت هي نقطه 1 1 بتساوي، هتطرح الوايات من بعضها اللي هو واي 2 اللي هي عباره عندنا 2 سالب واحد، وهتطرح اكس واحد سالب مين؟ اكس نوت اللي هو هيكون 4 سالب مين سالب. طبعا المجموع ده هيدينا طول، هنضرب ده الناحيه الثانيه ونعدي الواي تمام، يبقى عندي هنا واي سالب واحد بيساوي اضرب التلت مره في الاكس بعدي تلت اكس، التلت مره هيتضرب في السالب واحد يدينا سالب تلت، اعدي الواحد ده الناحيه الثانيه بالموجب ومعادله الخط ده واي بيساوي تلت اكس زائد 2 على 3. يا ريت الناس تعمل تشيك سريع تاكد ان انا طلعت المعادله دي صح ولا لا. المعادله دي بتبقى صح لو عوضت على الاكس بواحد المفروض الواي تطلع بكام؟ واحد. لو عوضت على الاكس بواحد يبقى تلت زائد تلتين تدينا واحد فعلا. لو عوضت عن اكس باربعه، لو عوضت عن اكس باربعه ده هيدينا 4 على 3 و2 على 3 يدينا كام؟ 6 على 3 اللي هي 2. يبقى انا كده متاكد ان معادله الخط المستقيم طلعت صح. اذا في المطلوب الثاني انا ممكن ما ادكش المعادله، لكن اديلك ان انت تعرف تكسب مين. اقول لك ماشي على خط مستقيم وانت من خلال معادله الخط المستقيم تقدر تكتب المعادله. كده انا جبت معادله المسار اللي العلاقه بين الواي والاكس. كده انا قررت ان انا اشيل كل واي واعوض ما يعادلها من الاكس. طيب واروح نجيب مين كمان؟ الدي واي. يبقى الدي واي هنا بكام؟ تولت دي اكس. المطلوب ده هتبدا ترجع تاني للمساله دي، تعوض هتشيل كل واي وتحط مكانها مين؟ تولت اكس زائد 2 على 3. وهتشيل كل دي واي اللي قبلك هي هتكون واحده بس وتعوض مكانها تولت دي اكس. نعوض كده ادي الاكس دي هتنزل زي ما هي زائد الواي دي هتشيلها ونكتب مكانها تولت اكس زائد 2 على 3. يبقى احنا عوضنا مكان الواي اما الاكس والدي اكس ينزلوا زي ما هم. زائد واي هيتشال ويتحط مكانه طول اكس سالب 2 على زائد 2 على 3. سالب الاكس ينزل زي ما هو. الدي واي، الدي واي ما ينفعش يفضل زي ما هو، هيتشال ويتحط مكانه مين؟ طول اكس. طبعا المساله هنا هتكون متعبه شويه في التجميع، هتجمع ده كله يبقى عندك دي اكس واحده بس. بعد ما تجمع كل ده حدود التكامل بقى، انت هنا قررنا ان احنا نخلي التكامل كله على مين؟ على الاكس. ما دام التكامل كله على الاكس يبقى احنا هناخد الاحداثي اكس للنقط اللي احنا بنتحرك منها. الاحداثي اكس هنا بدانا عند اكس بتساوي واحد ونهينا عند اكس بتساوي كام؟ سواء. يبقى هو ده فكره اللاين. اما المساله كلها تصبح تعوض عن الاكس بالواي فكله بتكامل على الواي، او ان المساله كلها ان انت الواي تيجي بدلاله الاكس وكل التكامل يصبح على مين؟ على الاكس، وكل مره مع الواي بتاخد حدود الواي ومع الاكس بتاخد حدود مين؟ الاكس. طيب في المطلوب الثالث بيقول الخطوط المستقيمه عاوز اروح من النقطه دي للنقطه دي للنقطه دي. الخطوط المستقيمه هنا المسار بتاعه امشي من النقطة 1 1، روح للنقطة 1 و2، بعد كده روح للنقطة 4 و2. إذا هنا بالنسبة للمطلوب الثالث المسار بتاعنا هيكون واخد الشكل الآتي.
وده هينفعنا جدا في جرين الايه المسارات اللي هي بتكون موازيه لمحور الاكس وموازيه لمحور الواي. هنكمل بقى حل المساله. المطلوب الثالث عندي هنا بيقول لي المطلوب سي هتتحرك من النقطة دي، او هنوضحه هنا كده عشان يبقى واضح بالنسبة لنا، النقطة 1-1 للنقطة 2-1-2، وبعد كده النقطة عندنا اللي هي كام؟ 4-2، فهو هيمشي بالشكل ده. ترتيب مهم جدا في حالة المسار. هنطلع من النقطة دي نروح للنقطة دي بعد كده للنقطة دي. طيب تكامل اللي هو عاوزه التكامل على المسار الكلي، التكامل المطلوب في المسألة بالنسبة للمطلوب الثاني هيساوي التكامل على المسار سي واحد، وهسمي الجزء ده كده الخط المستقيم ده كده الجزء ده المسار سي واحد، زائد التكامل على المسار سي اتنين، ده هسمي ده كده المسار سي اتنين، لأن مفيش معادلة تقدر تجيب الاثنين دول مع بعض. فهنا هضطر ان انا اكسر الايه؟ اقول ان التكامل اللي احنا مطلوب هنا سي هيكون على المسار الكلي هيكون بيساوي التكامل على المسار سي واحد زائد التكامل على المسار سي اتنين. المسار سي واحد حد يقول لي هنا بدأ فين؟ ونهى فين؟ معادلته والتفاضل بتاعته دي حاجات اساسيه، واحنا بنحسب لكل مسار وان بدأ عند النقطه كام؟ بالنسبه للمسار سي واحد بدأنا عند النقطة 1-1 رايحين للنقطة 1-2، يبقى المسار سي واحد ده كان بيتحرك اللي هو الجزء ده بس، اتحركنا من النقطة 1-1 رايحين للنقطة 1-2. معادلة المسار ده كام والتفاضل بتاعه؟ معادلة الخط ده هو اكس بيساوي صح كده؟ اكس بيساوي ده خط رأسي، الخط ده كده اللي هو كان معادلته اكس بيساوي صفر، وده واي بيساوي صفر اللي هي المحاور الاساسيه. لما اتحرك كده او زيرو اتحرك على بعد واحد اسمه اكس بيساوي واحد، هو الاحداث الثابت بين النقطتين، يعني الاحداث اللي ما اتغيرش بين النقطتين هو الاحداث اكس وقيمته بواحد، يبقى دي معادلته. هنروح نجيب التفاضل بتاعها، تفاضل الاكس اللي هو دي اكس هيكون بصفر، نروح نعوض بقى هنا، ودي ميزه المسارات الرأسيه والافقيه، هتلاقي دي اكس بصفر. إذا هنا الترم ده كله هيطير عندي لأن الدي اكس هتكون بصفر فهتشيل المعامل بتاعها كله. فهيفضل من التكامل على المسار الأولاني سي واحد هيتفضل منه مين؟ ده خلاص اتشال، الدي واي هيبقى قدامها واي سالب اكس دي واي. ينفع؟ لا ما ينفعش. فده معوض الدي واي المفروض إن ما يظهرش أي اكس قدامها. إن خطأ مشهور جدا في الحلول بتاعت السنة اللي فاتت اللي هيساب لي التكامل اكس واي مع بعض. ما دام هنا تعويض المفروض التكامل بعد التعويض يا كل واي يا كل اكس. الاكس اللي فاضله دي المفروض ان انت تعوض عنها بكام؟ واحد. فالمفروض دي تتشال وتتكتب مكانها واحد. اصبح التكامل كله على الواي، حدود التكامل هنا ايه؟ قال لي حدود التكامل هنا بين على المسار سي واحد اتحركنا كده من عند واي بتساوي واحد بدل اللي بتتكتب تحت لحد واي بتساوي اثنين. كامل ده عادي جدا، ده تكامل وهنزود واحد ونقسم على الاس الجديد ونحسب القيمه دي ونطلع، يبقى ده الجزء الاولاني من المطلوب الثاني اللي هو التكامل على المسار سي واحد. حد يقول لنا بقى التكامل المسار سي اتنين بنتحرك من النقطه كام رايحين للنقطه كام؟ وعاوز معادلته والتفاضل بتاعته. بنتحرك فين؟ من النقطه 1-2 النقطه 1-2 رايحين لحد النقطه 4-2. الخط ده خط افقي بيوازي الواي بيساوي صفر وعلى بعد اتنين، يبقى معدله كام؟ واي بيساوي اتنين مش اكس بيساوي اتنين، واي بيساوي اتنين. لو بصيت للنقط هتلاقي النقطه دي الواي بتاعتها باتنين ودي الواي بتاعتها باتنين ما اتغيرتش، بقت معادله الخط الايه؟ الخط الافقي اللي عندي. اروح اجيب منه الدي واي، الدي واي هيكون بكام؟ بصفر. اروح نعوض عشان نحسب التكامل على المسار سي اتنين. تكامل على المسار سي اتنين، المرة دي الدي واي هي اللي بصفر، الجزء ده كله اختفى. هيتفضل عندنا دلوقتي من التكامل
x زائد y dx. قلنا بدل ما احنا عوضنا المفروض ان بدل ما اللي واقف ورا دي x ما يظهرش الواي قدامه. بقى لازم الواي ده يتعوض عنه. قال ما المفروض ان انت كنت تشيل كل واي وتكتب مكانها كده. حدود التكامل اصبح التكامل كله على مين؟ التكامل كله على x. فاحنا هناخد الاحداثي x للنقطه اللي احنا بنتحرك بينهم، يبقى من x بيساوي 1 لحد x بيساوي 1. ده كده هو كل اللاين. احنا حذفنا حاجات من اللاين، حذفنا البارامتريك. البارامتريك كان بيجي الx بتيجي بدلاله t والy بيجي بدلاله t، والمساله كلها بدل ما كلها x او كلها y لا كانت كلها بتقلب t. بس كان مشكله في البارامتريك ان انا لما اديلك نقطه بالx والy ازاي تحول للx والy الاثنين يقلبوا لنقطه واحده اسمها t. فكان في مشكله في ايه؟ في حدود التكامل كده. قلنا ايه بلاش لان احنا الوقت يتسلى مننا، فايه بلاش احنا شلنا البارامتر كله. في عندك اللاين على دوائر. اللاين على دوائر احنا خدنا الدبل في حاله مين؟ الدوائر. الدبل دايما مع الدوائر اللي هو دي اكس دي واي بنقلبه لمين؟ ار او سي. في عندنا لاين على دوائر بيبقى الاكس برضه بتقلب بارامتر، بس هنا نص القطر بيبقى ثابت فما بيكونش فيه ار، يبقى نص القطر ثابت. عشان برضه ما نلخبطش الناس شلنا اللاين على الدوائر، كل اللاين اللي على الدوائر اتشال، لكن تاني باكد اللاين الدبل اللي على مساحات دائريه اللي هو هنحول فيه ده معانا. ده مساله جايه في الامتحان، مساله جايه في الامتحان ما يجي لك مساله فيها اكس واي هتقلب معاك ار او سي. بدايه كده اللي هو الايه؟ تعال نشوف بقى نظريه جرين اللي هي المساله او الجزئيه المهمه جدا دي اللي هي دايما بتكون مواضع اسئله الامتحان. الصوت يا الصوت. ولو عندك تكامل على مسار مغلق. المسار المغلق ده لازم يسموه سيمبل كلوز باث. يعني ما يكونش مسار مثلا مغلق كده في يوم تعامل في يوم لو في تقاطعات لازم يكون المسار المغلق سمبل. سمبل يعني ما يكونش فيه اي تقاطعات في النص في المسار. ويكون كل النقط معرفه داخل المسار. واحنا هنستبعد يعني انا هدي لك الكلام ده كله جاهز هنا. شويه حاجات في الاكس والواي. علامه الدايره دي على التكامل بنعرفها احنا ده معناها ان المسار مغلق، يعني تكون دايره تكون مربع مستطيل مثلث تكون دايما لازم يكون المسار اتقفل في المكان. شويه حاجات في الاكس والواي دي اكس زائد شويه حاجات ثانيه في الاكس والواي دي واي. لو انت عندك مربع بتحل اللاين هتضطر ان انت تعمل ايه في الحاله دي؟ هتضطر ان انت يبقى عندك مسار سي واحد، مسار سي اثنين، مسار سي ثلاثه، مسار سي اربعه وتحسب اربع مرات. فهو بيقول لي هنا ان انا لو عندي مسار مغلق تحل اللاين تقدر تحله دبل، تطلع نفس النتيجه بالدبل. الدبل عارفين ان هو ايه؟ اما يكون النهايه بتاعته مين؟ دي اكس دي واي او مين؟ دي واي. وعشان كده وقفل المسار لان هو عاوز الدبل لازم تكون الريجن بتاعته زي المساحات وكده لازم تكون مغلقه. ما ينفعش ان انا اقول لك سيب لي دبل على حاجه كده. ولا ده طبعا يكون مفتوح من كله ما ينفعش، لازم دايما الدبل يكون الايه؟ الجزء بتاعه مغلق. طيب وطبعا ترتيب دي اكس دي واي او دي واي دي اكس ده يرجع. وهنا بيقول لي لو خدنا شريحه راسيه او افقيه هنطلع نفس النتيجه اللي اللفه بتاعت اللاين يعني. فبدل ما نقعد في المسارات نحل على المسار الاول الثاني الثالث الرابع، جرين بيقول لا ده انا بالدبل على طول بخبطها في سطر واحد بطلع النتيجه مباشره. فدي اللي هي النظريه بتاعتي. في هنا جزء علشان يعادل، هو مين بقى الجزء ده؟ قال لي هنا الجزء علشان يعادلوا بعض هناخد المعادل بتاع الواي احنا مسمينه كيو هنفضله بالنسبه للاكس وده يبقى الاولاني. سالب الاشاره دي سالب المعامل بتاع الدي اكس هنفضله بالنسبه للواي بارشل بي بارشل واي. قال لي كده الاثنين دول هيتكفوا بعض طلعوا نفس النتيجه. دي نظريه ايه؟ نظريه ده عامل زي الام والان في الاكسات. نيجي نعمل التشيك بتاع الاكسات نيجي ناخد الايه؟ الام اللي هو معامل الدي اكس نفضله بالنسبه لمين؟ بالنسبه للواي. ناخد ال اللي هو معامل الدي واي ونفضله بالنسبه لمين؟ بس هناك في الاكزاكت لازم الاثنين يطلعوا ايه؟ قد بعض عشان نقول ان المساله اكزاكت والا بنخش في قصه الانتجريتنج فاكتور. لكن هنا احنا بنقول علشان الاثنين دول بيساووا بعض
احنا مسميين ده بي ومسميين ده كيو. البي هو معامل دي اكس والكيو هو معامل دي واي. فبنفاضل البي بالنسبه للواي وبنفاضل الكيو بالنسبه للاكس. قال الاثنين دول كده يدينا نفس الكلام. اول شروط على المسار قلنا ان المسار ده لازم يكون سيمبل كروس باس، لازم يكون البي والكيو معرفين عند كل نقط. انا هدي لك كل الكلام ده جاهز. طيب الاسئله هنا بتيجي ازاي بقى في جرين؟ يا اما اقول لك بريفاي جرين تحقق من نظريه جرين. لما اقول لك تحقق من نظريه جرين يبقى انت هتعمل ايه؟ هتحل المساله الاول مسار سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 وتجمع ده كله وتطلع ناتج. يبقى انت كده حليتها باللاين. بعد كده تروح جاي تطلع البي والكيو من المساله وتفاضلهم وتحلها بالدبل. المفروض الناتجين يطلعوا قد بعض. طبعا المساله لما اجيبها لازم الناتجين هيكونوا قد بعض. عاوز الغباء بتاع السنه اللي فاتت الاقي ناس كتير يقول لك ايه؟ جرين از نوت فيريفايد ما اتحققتش. اقول له اتحقق من نظريه جرين ويقول ايه؟ لكن المفروض ان المساله بتيجي ان الاثنين بيطلعوا مين؟ قد بعض. لازم انا حليتها لايف وحليتها دبل الاثنين القيمتين قد بعض. اذا لما اقول فيريفاي جرين او اقول تشيك جرين تحقق من نظريه جرين الاثنين دول معناهم ان انت هتحل الاول باللاين وكمان هتحل بجرين. جرين اللي هو دبل يعني. والاثنين المفروض ان الناتجين دول يكونوا متطابقين يعني يكونوا زي بعض، المفروض القيمتين دول يكونوا قد بعض. اما لو قلت لك يوز جرين استخدم نظريه جرين. استخدم جرين يبقى بدل ما تقعد تحل لاين لا هتحل على طول بالدبل. يوز جرين هنا يبقى احنا بنحل بالدبل اللي هو الجزئيه بتاعت جرين بس. اللي هو هنا ده بنسميه احنا الجزئيه بتاعت جرين، احنا دبل بس. لو قلت لك ايفالويت تحسب قيمه اديتك مساله على كلوزد باس براحتك بقى، قلت لك احسب ممكن تحلها لاين بس مسار اول ثاني ثالث رابع ده يطلع نفس الرقم اللي زميلك هيحلها دبل، يبقى انت تختار واحده من الاثنين اللي طبعا بتشتغل عليه، لكن في الغالب مش مركز على ده اكتر عشان نضمن ان ايه؟ ان انا اخليك تحل مين؟ تحل لاين وتحل ايه؟ وتحل دبل، والمساله بتكون عليها درجات كثيره المساله بتاعت دي. نشوف دلوقتي مسألة على جرين، نشوف مسألة الامتحان الفاينل بتاع السنة جرين كان الفاينل بتاع السنة وهي كانت مسألة موجودة في الشيت بس احنا بدل ما كان بيقول في الشيت ايفالويت احسب قيمة احنا غيرنا بس حتى شكل السؤال قلنا له ايه؟ فيريفاي جرين تحقق من نظرية جرين. لما نيجي نتحقق من نظرية جرين معناها ان انت هتحل المسألة مرتين، مرة باي يوزنج لاين. لازم نكتب كده باي يوزنج لاين انتجريشن استخدام تكامل خط. شكل المسألة عامل ازاي؟ قال لي شكل المسألة بيقول لي هنا مثلث مثلث لأن جرين دايما لازم تكون حاجة مقفولة. لازم نقول هنا إن دول ثلاث نقط بس قافلين بينهم مثلث. مثلث رؤوسه هنا هي النقط صفر وصفر والنقطة ثلاثة وصفر والنقطة ثلاثة واثنين. ده كده شكل المسألة اللي احنا بنحلها. بنقول دلوقتي هنا خلاص هنحل باللاين انتجريشن، لاين انتجريشن بالرؤوس. المسار هنسمي عندنا تكامل. هل في معادلة تجيب المسار ده ككل؟ هل في معادلة تقدر نكتبها لثلاث خطوط درجة؟ لا مش ممكن. مش معادلة تجيب ثلاث خطوط درجة. أمال هنعمل إيه؟ قال لي هنا يبقى التكامل على المسار الكلي هيساوي التكامل على المسار سي واحد. سمي ده سي واحد زائد التكامل على المسار سي اتنين، سمي الخط ده سي اتنين زائد التكامل على المسار سي تلاته. الحركه هنا علشان جرين يطلع نفس النتيجه بتاعته الدبل ما يكونش فيه خلاف في الاشارات، قال الحركه تكون كونتر كلوكوايز عكس عقارب الساعه. يعني هنا نمشي على الخطوط دي عكس عقارب الساعه، فهتتحرك من النقطه دي تتحرك كده الاتجاه ده وبعد كده تاخد المسار ده في الاتجاه ده وبعد كده ترجع على الخط ده تاني مكانه. اذا هنا ده شروط اساسيه عندي ان الحركه على المسار لازم تمشي عكس عقارب الساعه. تخلي المساحه دي على شمالك وانت ماشي. انك انت لو خدتها من اليمين هتطلع في النهايه عكس الاشاره اللي احنا مطلعينها، هو هيكون نفس القيمه بس هيكون عكس الاشاره اللي احنا مطلعينها. اذا هنا الحركه بتمشي عكس عقارب الساعه يعني بتخلي المساحه اللي عندنا ديت المغلقه دي لازم تكون على شمالنا واحنا ماشيين.
اذا باستخدام اللاين تكامل على المسار الكلي هيساوي التكامل على المسار سي 1 وسي 2 وسي 3. نمسك بقى مسار مسار. المسار سي 1 مسار سي 1 بنتحرك فيه من النقطه كام رايحين للنقطه كام؟ بنتحرك فيه من النقطه البدايه بتاعته هي نقطه 0 و0 رايحين للنقطه كام؟ 3 و0. دي اول حاجه بنحدد النقطه اللي احنا بنتحرك منها. بعد كده قال هنا بنشوف معادله المسار ده كام. معادله المسار الاولاني ده المسار سي 1 معادله واضح هنا حتى الاحداث الثالث هنا هو واي بيساوي 0 واي بيساوي 0 ومعادله الخط ده هي واي بيساوي 0. او طبعا من الشكل واضح ان احنا ماشيين على محور مين؟ على محور الاكس اللي هو معادله واي بيساوي 0. هنروح نجيب منه الدي واي. الدي واي بتاعته اللي هي برضه هتكون بصفر. نحسب التكامل على المسار سي 1. تكامل على المسار سي 1. المعادله دي بتطبق على المسار ككل، يعني بتطبق على كل جزء في المسار. فاذا هنا بنقول ان المعادله دي هنعوض فيها. الدي واي لما يكون بصفر هيتغير لكل ده. والواي يتعوض عنها بصفر فمش هيتبقى من التكامل ده غير مين؟ غير 2 اكس زائد 4، ده اللي بيعمل التكامل. ولازم اطمن ان هنا ما دام انا قافل بدي اكس لازم ما يظهرش الواي. حدود التكامل هنا. قال لي حدود التكامل احنا اتحركنا كده من اكس بيساوي 0 ولازم دي تكون هي اللي تحت لحد اكس بيساوي 3 لحد اكس بيساوي 3. هنحسب التكامل ده نلاقي هنا ادي يدينا اكس تربيع ال2 مع ال2 اتفضل عندنا اكس تربيع زائد 4 اكس مره نعوض بالثلاثه ومره نعوض بالصفر 9 زائد 12 21. يبقى انا عندي هنا اصبح ان ده كده قيمه التكامل على المسار سي 1. حد يقول لنا بقى المسار سي 2. المسار سي 2 بنتحرك فيه من النقطه كام؟ رايحين للنقطه كام؟ المسار سي 2 اللي هو ده بنتحرك فيه المسار سي 2 ده طالعين من النقطه 3 و0 رايحين للنقطه كام؟ 3 و2 هنا 3 و0 رايحين للنقطه 3 و2. معادله المسار ده الاحداث اللي ما اتغيرش هنا هو الاكس يبقى اكس وبيساوي 3 انتوا كمان اللي هي 3. هروح نجيب منه الدي اكس تفاضل بتاع الدي اكس هنا هيكون بكام؟ بصفر. التفاضل بتاع دي اكس اللي هو اكس بيساوي 3 تفاضلها هيكون بصفر. يبقى المره دي لان واضح ان المسارات لو هو افقي او راسي لازم واحد من الاثنين يختفي عندي دي اكس دي واي يختفي عندي. لما نيجي نعوض هنا نحسب اي تكامل على سي 2 على المسار سي 2. هيكون هو ايه؟ تكامل على المسار سي 2. قال لي ما دام الدي اكس اختفت بصفر يبقى ده كله اتشال معايا. هيتفضل عندي 5 واي زائد 3 اكس سالب 6. هيتفضل عندي 5 واي زائد 3 اكس سالب 6. المفروض ده كله يقفل بمين؟ الغلطه هنا ان ما ينفعش الاكس تفضل مع الدي واي. قال ما هو المفروض ان احنا نعوض مكان كل اكس بكام؟ ب 3. فهنا ده كان اتعوض عنه ب 3 بالشكل ده. التكامل كله اصبح على الواي. يبقى تاخد الاحداث واي للنقطه اللي انت بتتحرك منهم بس. النقطه اللي احنا بنتحرك منهم يبقى من واي بتساوي 0 لحد واي بتساوي 2. طبعا هنحسب التكامل ده هيطلع قيمته تقريبا ب 16. المسار سي 3. مسار سي 3. مسار سي 3 بنتحرك فيه اللي هو ده مايل ده بنتحرك فيه من النقطه كام بقى؟ احنا هنطلع من النقطه 3 و2 راجعين للنقطه 0 و0. بدايه ونهايه مهمه جدا 3 و2 رايحين للنقطه 0 و0. معادله الخط اللي بعده ده معادله خط مستقيم محتاجين نكتب المعادله بتاعته. وهي بنكتبها بالطريقه اللي فاتت لما في ناس شاطره عارفه ايه؟ عارفه ان الخط اللي مر بنقطه الاصل بيكون واي بيساوي ام في اكس بس. الميل مضروب في مين؟ في الاكس. ما دام مر بنقطه الاصل يبقى ما عندوش حد مطلق.
وعلى طول الميل هو هيكون المطابع على المجاور هنا كام؟ ده الارتفاع ده 2 على 3 يبقى الميل هيكون كام؟ 2 على 3 يبقى انا اقدر اجيب معادله الخط ده مباشره واي بيساوي 2 على 3 اكس مباشره. يعني المفروض ان احنا عارفين دي من الحاجات البسيطه اللي احنا عارفينها، بيمر الضغط الاصل ما فيش حد مطلق في ميل بس، واقدر ان انا اجيب الميل اللي هو المطابق هنا على المجاور واقدر اطلع الميل بتاعه مباشره. بدا معادله الخط مسار سي 3 نروح نجيب منه مين؟ الدي واي. الدي واي اللي هي هتكون 2 على 3 دي اكس. هنرجع للتكامل اللي احنا دايما بنعوض فيه اللي هو ده، نقول التكامل على المسار سي 3 بيساوي كل ما هنا لا الاكس لا الدي اكس بصفر ولا الدي واي بصفر. هنا هو ده هيكون اصعب المسارات عندي، هو الثالث ده، لكل بقى هنا كل واي هتحمل خط مكانها 2 على 3 اكس. يبقى ال 2 اكس الاولانيه دي هتنزل زي ما هي سالب 2 على 3 اكس زائد 4 ده كله دي اكس زائد 5 واي. 5 هنشيل الواي ونكتب مكانها 2 على 3 اكس زائد 3 اكس سالب 6 وغلطة شهيرة، ناس كتيرة ما تعوضش مكان الدي واي صح، الدي واي المفروض ان هو يتعوض عنه بكام الدي واي؟ ب 2 على 3 اكس. الأهم من ده كله بقى الحدود بقى. بدأ من كام ونهى كام؟ أنا هنا أنت قررت إن المسألة كلها تكون على الإكس، فالمفروض إحنا بدأنا عند دي، دي اللي تبقى تحت. إكس بيساوي 3 ونهينا عند الصفر. عشان كده لما هنحسب قيمة ده، القيمة بتاعته هتدينا سالب 25. مش ممكن. سالب 25 اللي هو القيمة بتاعت اللي هو الأي اللي هي على سي 3. يبقى إذا هنا الأي باستخدام الأي. الأي باستخدام الأي، ده كله أنا لسه بحل باي يوزنج اللاين انتجريشن. مشيت على مسار مسار وحسبت القيم ده. الاي باللاين هيساوي اي على سي 1 اللي هو طلع بكام؟ 21 زائد تكامل على المسار سي 2 اللي هو 16، المفروض زائد التكامل على المسار سي 3 اللي هو طالع بسالب 25. كلهم بيتجمع على بعض، كله بيتجمع على بعضه، لكن ده هنا هتكون الاشاره بتاعته اصلا جايه سالبه اهو. فهنا المجموع ده اللي يطلع بكام؟ يطلع بسالب 12. يطلع المجموع ده كله بسالب 12. يطلع بموجب الموجب. بعد كده اللي احنا عملناه ده كله ده اللاين. جه جرين بقى ليه؟ جرين قال انا ممكن اخلص لك المساله دي كلها في خطوه بالدبل. يبقى اذا الجزء الثاني من الحل ان احنا نقول له هنا باي يوزنج دبل. او باي يوزنج جرين، بنسميها احنا جرين. نظريه الدبل. باي يوزنج باستخدام جرين. جرين بيقول ايه؟ احنا ممكن نحلها في خطوه على طول، لسه احنا هنطلع اللي هي الحاجات علشان ما نغلطش. حد يطلع لي البي هنا بكام؟ يعني المفروض انا برضه في الاجزاج ممكن من الخدع اللي احنا كنا نجيبها الاول في الاجزاج ان احنا نبدل مكان الام والان. فلو خلينا اللي حافظين مفكر ان الاولى لازم تبقى دايما مين؟ الام والثانيه الان. يعني مساله زي كده انا ممكن اغير لك الترتيب، اخلي الدي واي هو الاول واجيب الدي اكس هو الثاني. فطبعا الناس اللي حافظه اللي ايه على طول ايه؟ هو ده انا الاولاني والثاني مالوش دعوه. الناس ما فاهمه ان احنا البي راح ادور بقول ان البي هو معامل الدي اكس. معامل الدي اكس هنا اللي هو المفروض 2 اكس سالب واي زائد 4. وده اللي هو المفروض معامل الاكس، فلما يتفاضل يتفاضل جزء بالنسبه للواي. يتفاضل جزء بالنسبه للواي. هو معامل الدي اكس ويتفاضل جزء بالنسبه للواي. لما يتفاضل جزء بالنسبه للواي هيدينا سالب 1. الكيو هو مين؟ هو معامل الدي واي. لو عندي هنا هيكون 5 واي زائد 3 اكس سالب 6. هروح نفاضل الكيو جزء بالنسبه، هو كان معامل الواي يبقى يتفاضل جزء بالنسبه للاكس. هفاضل جزء بالنسبه للاكس يدينا 3. يطلع قيمته بتساوي 3. نروح نعوض في القانون، نظرية إن التكامل بجرين هو عبارة عن دبل. ب
بيبدأ الأول بالتفاضل بالنسبة للإكس، اللي هو التفاضل بالنسبة للإكس نقول كيو سالب الإشارة دي سالب، في ناس كتير غلط السنة اللي فاتت الإشارة دي جمع، سالب تفاضل البي بالنسبة للواي. ترتيب التكامل ده زي ما احنا عاوزين، شغال الـ x دي y او دي y دي x براحتنا على حسب الشريحة اللي احنا عايزين نشتغل عليها. بده شكل القانون، عوض فيه كده تفاضل الـ q بالنسبة للـ x ده بـ3 سالب، تفاضل الـ b بالنسبة للـ y سالب 1. خلاص كده احنا عوضنا مكان الـ b والـ q تفاضلات. هل هنا انت هتشتغل دي x دي y ولا دي y دي x؟ الرسمة اللي هناك دي لو كبرناها هنا كده عاملك، وادي النقطة دي 3 و0 والنقطة دي 3 و2، الخط ده معادلته واي بيساوي 2 على 3 اكس، والخط ده بيساوي اكس بيساوي 3، والخط ده اكس واي بيساوي 0. شغل شريحة رأسية ولا افقية؟ الاثنين صح، هنا الاثنين ما فيهمش اي مشكلة، عشان الناس اللي بتفكر دايما ان احنا بنشتغل دي اكس واي، انا هخليها دي واي اكس دي واي اكس. اشتغل شريحة رأسية وده واي 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 واللي بره من اكس لاكس. شريحة رأسية هروح نغطي المساحة اللي عندنا دي كلها بأسهم رأسية بالشكل ده. دين الأسهم كله على مين؟ دين الأسهم كله على الخط واي بيساوي صفر. رأس الأسهم كله على الخط ده، الخط ده معادلته واي بيساوي 2 على 3 اكس. المساحة بدأت عند اكس بصفر ونهت عند اكس بـ3. بداية كده لو طبعا الناس اللي بتحل كتير هو يقدر يطلع لي دي خط واحد، يقدر بالضرب دي مباشرة فاضل على طول وعوض ويوصل لدي مباشرة على طول يكون التكامل ده مباشرة. نكمل ده طبعا سالب في سالب وموجب، يبقى ده كده حتتينا 4 يطلع بره. هنكمل الدي واي، دي واي ونعوض بالحد اللي فوق سالب الحد اللي تحت، هيدينا 2 على 3 اكس دي اكس من 0 لـ3، بدل ما الرقم هنا يكون نصفا نقدر نطلعه بره وتاخد على طول الحد اللي فوق سالب الحد اللي تحت، ده يديلك يبقى انت كده كملت وعوضت مباشره. لما نكمل الاكس طبعا ده يدينا 4 في 2 على 3 8 على 3، وده يدينا اكس تربيع على 2 مره نعوض بـ3 ومره بالصفر، الاقي هنا ان القيمه دي هتدينا في النهايه. يبقى هنا جرين از ديفايند، يعني جرين تحققت مع الايه؟ مع المسألة دي. البداية كده اللي هو نظرية جرين، ونظرية جرين بتقول من الحاجات المهمة جدا ولازم هنسأل فيها في الفايند. ده اوريدي احنا قضينا الامتحان وايه؟ خلاص هي السؤال بتاع حرف الامتحان. فالناس تاخد بالها من ان انت لازم تحل بالنظام. في ناس بتروح تستخدم لي الرموز بتاعت الاكزاكت ام وان. انا مش عارف مين الام ومين الايه؟ ومين الان، فالاسهل ان انا ايه؟ اروح ايه شاطب على مين؟ على المساله ورايح دماغي انا لسه هدور مين الام ومين الان؟ خلاص يا جماعه ما هو احنا بنشتغل على الرموز اللي موجوده في الكتاب والسكاشن بتشتغل كلها بنفس الرموز. فعشان تريحني في التصحيح اشتغل بنفس الرموز اللي احنا بنشتغل. في حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ طب نشوف ايه الملغي؟ شوف الملغي بقى عشان ايه؟ بس الرسم دول اللي وعدنا لنا عليه. شوف بقى الحاجات الملغية. قلنا ان المثال 10 معانا، المثال 11 لا، لان ده بيشتغل بارامتريك، حل نفس المسألة بس بارامتريك. المثال 11 لو صفحة 151، صفحة 151 ده ملغي. المثال 11 خد بقى الصفحة اللي وراها، صفحة 152 كلها ملغية، 153 154 برضو 155 لحد ما 155 نظرية جرين تحت. ده كده نظرية جرين. المثال الإثبات بتاعها مش معانا ملغي. مثال 13 معانا، مثال 13 أنا شغال على السبورة على المربع على المثلث، وهنا شغال على الأسهل اللي هو المرقم. المثال 14 ده بيشتغل جرين دواير، لا دي ملغية. نبدأ المثال 14 صفحة 158
طبعا 159 خد بقى ايه لاخر الباب الاندبندنت اوف ذا باس ده مبدا. يعني احنا المساله اللي احنا كنا حلينها من اونلاين شويه كده لما اشتغلنا على مسار و اكس بيساوي واي تربيع طلع نتيجه غير الخط المستقيم وطلع كلهم يطلعوا نتائج البعض. كل ما نغير المسار النتيجه تتغير. دي عندنا نوع من المسائل يقول لي ده ولا بيفرق معايا ماشي خط مستقيم ماشي كل النتيجه في النهايه هتدي نفس النتيجه اللي بيسموه الاندبندنت اوف ذا باس بس احنا لغينا خلاص مفيش وقت ان احنا نشرحه. اللي هو المثال 16 لحد الاخر بقى السيرفيس اريا المساحات السطحيه لحد الاخر ده كله لغي. تمام. في السولف ذا بروبلم عندنا مسائل السولف ذا بروبلم طبعا المساله رقم 2 صفحه 166 دي معانا. يعني السولف ذا بروبلم 1 و2 وثلاثة لا قلنا ثلاثة بقى خلاص دي بتاعة المنهج نهاية وأربعة خمسة دي ممكن معانا خمسة معانا ستة سنترويد بقى سبعة تقاطع اثنين سلندر مع بعض احنا لو قعدنا مش هنعمل ده السنة دي أصلا مش هتتخيلوا إن لما يكون ماسورتين قاطعين بعض إزاي إن احنا ممكن نحسب بقى خلاص إيه؟ عشرة معانا سلندر بيقطع ايه؟ بيقطع ليه؟ معانا 12 لا مش معانا برضه 12 مش معانا. بالنسبة للإكسرسايز عشان الناس اللي بتحل ورقة احنا قلنا الإكسرسايز المسألة رقم 10 اللي هي في صفحة 177 ملغية و11 هو الباب ده ما يعني مبسوط حلو يعني عندنا اربع مرات من ايه؟ الخميس كان اجازه وهو ايه ده الجزء ده اتشال منه كتير يعني هنا البولر المساله 10 و11 بصفحه 177 متشال. التريبل انتجرال الناس طبعا تعبين ومعدين وعمال يسالوهم في مسائل الحل لغايه مسائل الحل مش هيطلع عن المسالتين اللي انا حليتهم في المحاضره خلاص يا اما مسألة اسقاطها دايرة وتحول الأرض سيدة يا إما مسألة اسقاطها هيكون عالي جدا اللي هو المثال اللي كان حليناه في المحاضرة دي اللي هو إكس واي مش هنحتاج إن احنا نحول الأرض سيدة. ده بالنسبة للتريد يعني فما تتعبش نفسك في الجزئية دي خالص بتاعت التريد. اللاين انتجريشن مسألة 24 معانا 25 معانا 27 28 28 المطلوب ايه بس اللي معايا؟ المطلوب بي لا المطلوب بي بيشتغل على دايره فالمطلوب بي في مساله رقم 28 ده ملغي. خد بقى عندك 29 30 31 كل ده ملغي. 32 ده جرين 32 جرين دي مساله مهمه جدا. السؤال ده دي نقطه 2 3 4 سيبك انت من خمسه دي سيبك من حتى الرابعه والخمسه. أول ثلاث نقط مهمين جدا في جرين. أول ثلاث نقط في جرين اللي هما المسألة رقم 32 في صفحة 180 A وB وC أما D وE دول بيشتغلوا على المسارات الدائرية احنا لاغيين. D وE مالغيين في صفحة 182 مسألة 132. خد بقى للآخر ده ملغي بقى. يعني 535 36 37